بسم الله. ربنا بيض وجوهنا بالتمام والكمال يا ربنا يا محب أهل الإحسان. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا أو شوف الرحمة الإلهية كيف تتجلى، كيف تظهر منا بكل وضوح بكل دقة وكل مصداقية إلهية. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تحدثنا به البارح، تحدثنا وأكدنا لناس مازال لكم قبل ما تشرق الشمس من مغربها مازال لكم السبل الذي إلا من تاب لا ريبونتونس وآمن، تعود إلى الإيمان مش تقعد ترش في الرماد عليك من أهل الإيمان وأنت من الكفر والعدوان. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا تو ريفورم تاموند، سادير ترجع حقوق الناس وكرامات الإنسان وتخليهم ما عادش يبغضوك على نتيجة عدوانك عليهم فيما مضى من أيام. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله، وهذه أكدنا عليه الحقيقة دي مرارا، فأولئك دائما يقولون في آخر سورة الفرقان تجدون هذه الفكرة اللي هي ترجع فيكم الآمان في رحمة الرحمن التي وسعت كل شيء. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيشوف محسنك الخبر the good information. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، هذه نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجر بعد مكة التي ولد فيها وهي أم القرى، لكن الآية قبلها ومن تاب وعمل أيوة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات واحدة واحدة. شو مكرمك يا ربي، ما هو متاخذ في السيئات بسينز متاخذ وممكن يوصل سانكشن للعقاب، لكن الوقت يقول لك أنت تتبدل مصيرك يتبدل. كنت مورط كل أنواع تورطات، وقت اللي قمت بالتوبة والإصلاح يعني لاموندمون ولا صديق تتورفورم يعني أمرك ينتقل من الضد إلى الضد، بعد ما كنت معرض للعقوبات الإلهية تولي أهل مكرمات من الله الكريم. يقول ربي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. يزيد يأكد اللي غفرانه لا يخطر على أي مخلوق، غفورا رحيما، الرحيم هي لي ميزيركورديو، وغفور إلي كليمون إلي باردونور 100%. والسلام عليكم يا أهل محمد، وصلاة الله وسلامه عليه وعلى إخوانه الأنبياء والرسل الكرام، والحمد لله بالتمام.